تم تأجيل الملف بناء على طلب من مجموعة من الزملاء الذين سجلوا نيابتهم إما في إطار النيابة أو المؤازرة عن المشتكيات أو عن السيد توفيق بوعشرين، وتم التأجيل على مدى أسبوعين، وتم تخصيص توقيت معين اللي هي 10:30 صباحا. ما دون ذلك لم تطر أي شيء. هل هذا التأجيل يخدم القضية؟ التأجيل هو مصدري احترام لحقوق الدفاع. طالما أن هناك بعض الزملاء يسجلون نيابتهم لأول مرة، فطبيعي أن المقتضيات 396 تهيئ فسحة لكل زميل لإعداد دفاعه قد تستغرق 3 أيام على الأقل، وذلك مسألة عادية طبيعية. طالما الناس كيتنصبوا أول مرة من حقهم ياخذوا أجل. ممكن الملف يكون جاهز؟ مؤكد، لأن المحكمة قررت على جاهزية الملف. بمعنى هو ناوي يحضر زميل أو زميلة الجنيه في الجلسه المقبله سوف يعتبر تسجل نيابته، ولكن الملف يعتبر جاهز. وماذا عن انتصاب محاميات لاول مره للدفاع عن بوعشرين؟ مرحبا بالمحاميات، محاميات بحالهم بحال المحامين. حنا عندنا كلاهما سيان. شوف المراه راه ما عندهاش نهار ديال العيد، عندها كل ايام عيد معنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.